انت حضانك لا اجيك. تعال شوف العيال اللي ما تغدى خلي يجي يتغدى. تاكل تعال. الحمد لله. ايش فعلية هذا جلالة السواقة؟ ما تشوفه. شوفه بعيونك. اكيد ماني شايف بدينا اكيد. طيب ايش شغل معايا؟ قد ايش؟ ليش ما حضرت المطبخ؟ والله المطبخ ما علمونا الا قبل 10 دقائق. ما نزلوا اعلان؟ ما سووا اصلا هذا جدول المطبخ ما حطوني اياه. مرة جابر صح؟ ما نزل جدول ولا اعلام ولا شيء؟ ما في، جانا نواف مخلفي. وين نواف؟ موجود. جانا نواف مخلفي قبل المطبخ ب 10 دقائق. قال ايمن عزيز مغيري قوم عندكم مطبخ. ايه؟ عند المطبخ. طيب المفروض يعلمكم البارح، يعلمكم امس. انتم عندكم خبر انت يوم؟ من قرع ما سواها ما عنده خبر ولا يدري وين في الجدول. ما سوى الجدول الا قبل 10 دقائق. غلط غلط. هذا ذموب عليكم على غيركم. والله امس هو المفروض يزوم الخبيث يطلعون شو اسمه؟ الجدول. الجدول ولا حماده؟ صح مو حماده شو اسمه؟ ولا ارجنتي مفلح. نعم سوي ارجنتي لان اخر واحد مسويها اللي على المسرح مسويته. اي مبروك مبروك. زوم 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 عند منهم يا الامير. هذا نواف مخلفي. نواف مخلفي متى سووا الجدول؟ متى علمونه؟ قبل الفقره 10 دقائق. لا قبل فقرة لمتنا، قبل فقرة بساعة. ما حد جاني أنا. لا قبل فقرة بساعة، ولكن شو اسمه؟ جاني أبو عيسى، أنا ما دريت أساساً بعد يجي المطبخ. ها؟ أبو عيسى؟ إي. أحمد عيسى؟ إي والله. درى إنه غلطان طبعاً. وقال السبب اللي ما خلانا نجيب الجدول البارح زحمة الفقرات وزحمة الرجال. مين مشكلة العيال؟ أنا وكاد إني طبخت عنا الثلاثة كلهم. مو بذنب العيال يا نواف. نواف المقصود إني مو بذنب العيال. يعني زحمة فقرات ولا غيره. أنت علمهم من بدري مثل البارح، علمهم في الليل عشان اللي بيرقد بدري، اللي عشان يصحى. هذه فين شرفت من؟ شرفت الجنتل. أمس مو موجود، أمس سكنا. المفروض يجي يطلب جدول مطبخ. انا يمكن جنتل جاني محمد عيسى وعطاني اعداد قال سوي قرعه. انا جاني محمد الرحيم. الجنتل شنو يدخل اعداد ياخذ القرعه وكاد جلوا همكم يا اخوياي. طبخ قدرين. قدرين قصرت انت الغلط عليهم. قدرين وقلت النقاط تقسم على الاربعه كلهم. بيض الله. 600 600 600 600 وقالوا هذا عاد عند الاداره. انت هذه ودك بس الاداره مو